مرحبا. هلا رح نحكي ناس بالابحاث العربية شو بيعملوا. نحن اليوم شو رح نعمل؟ في كثير ناس بيهتموا كثير بانهم يلاقوا كيس ريبورت، انهم يلاقوا كيس يدرسوها، يبحثوها، يشوفوا شيء غريب فيها او عرض جديد على مرض معين ويكتبوا فيها كيس ستادي او كيس ريبورت. في ناس لا، بيحبوا يعملوا questionnaires، بحب يعملوا استبيانات، يطرحوا سؤال، يدوروا يشوفوا شو العينة، يجلبوا البيانات بنفسهم ويخترعوا البحث، يخترعوا فكرة البحث ويطلعوا فيها بورقة بحثية. وبعض الناس بفضلوا انهم يروحوا على مخابر، على مراكز بحثية، يشتغلوا على شيء حيوي، يجربوا بإيدهم، يطلعوا بدواء جديد، يكتشفوا شيء جديد على مجاهر باستخدام الأجهزة الطبية، أو انه يراقبوا، يعملوا دوكيومنتينج، يعملوا ريبورتينج لكل شيء عم بيشوفوه لكل الابحاث السابقه. اما نحن بالميتا اناليسيس فنحن بقمه الهرم الشموخ. اول شيء نحن اللي بنضم كل الدراسات الباقيه، ونحن اللي بنقدر نعطي دقه كثير كبيره ودراسه متكامله عن كل الابحاث اللي صايره قبلنا. الفكرة بتبلش من عدة أوراق بحثية مشغول عليها ومعطي فيها جهد كبير خلال الزمن قبلنا، بدنا نحولها لورقة بحثية واحدة. ليه؟ بداية عندي عدد كثير كبير من الدراسات المعقدة، الدراسات اللي مطروحة بطريقة بتخليك تقرأ البحث مرة ومرتين وثلاثة لحتى تقدر تفهم شو بده الباحث، لون بده يوصل، وشو النتيجة اللي طلعت معه. فاللي بدنا نعمله هو انه نحن نجيب الدراسات المعقدة ونجيب الدراسات اللي بتوصل لنتيجة مشابهة بس هي مطروحة بطريقة بسيطة أكثر، بالإضافة للدراسات الباقية نجمعهم مع بعض نقدر نطرحهم بشكل أكاديمي يكون مقروء، يوفر على القارئ جهد كثير كبير بمراجعة الدراسات السابقة. أيضا في عندي كثير دراسات بتصير بتكون مبذول عليها وقت وجهد وإمكانيات مادية كثير كبيرة لحتى توصلني لنتيجة معينة، لكن بعدها بتجي موجة من الأفكار البحثية أو الأبحاث يلي بتطرح أفكار مختلفة أو نتائج مختلفة بتخلي الدراسات السابقة اللي مبذول عليها جهد كثير كبير تموت أو تنام. فاللي بدنا نعمله هو إنه نرجع الدراسات للحياة، نرجع نطرحها ضمن ورقتنا البحثية الوحدة بالإضافة للدراسات الباقية لحتى نرجع نحطها بالواجهة وتصير متاحة مرة ثانية للقراءة. آخر سبب هو إنه نحل التناقضات الموجودة بين الدراسات. في كثير باحثين بيشتغلوا على أبحاث معينة تطلع معهم نتائج، بعدين جوا باحثين ثانيين بيشتغلوا على أبحاث معينة أم تطلع معهم نتائج نقيضة للنتائج اللي قبل. بس العلم بالنهاية واحد، ما بيصير يكون في عندي تناقض واضح كثير كبير، وبالتالي نحن بالورقة البحثية الواحدة رح نحاول نشرح سبب التناقض، رح نحاول نقرب الدراسات من بعض ونقلل الجاب بين التناقضات اللي بيناتها. كيف نعمل هذا الشيء؟ بالحقيقة عندنا ثلاث طرق. أول شيء narrative review. Narrative review هي نفسها author review، هي نفسها traditional review. Narrative review هي إنه يجي باحث يقرر إنه يقرأ الدراسات اللي قبل ويكتب ورقة بحثية بتلخص دراسات اللي قبل أو بتطلع بشيء جديد منها. الأخطاء دي كتير كبيرة اللي ممكن لاحظها بهذا النوع هو إنه ما عندي بروتوكول، ما عندي سيستم معين بختار وفق الدراسة، وبالتالي ما عندي ثقة إنه الراوي أو إنه الباحث رح يختار دراسات متنوعة متعددة تشمل كل الآراء. ممكن يختار الدراسات القصيرة لأنه ما عندهم رواية كتير، ممكن يختار الدراسات الطويلة مشان يورجي العالم إنه كتير فهمان، ممكن يكون عم يشتغل على بحث إضافي ويختار الدراسات اللي بتطلع معه بنتيجة بتناسب إنه يستشهد فيه ببحث الثاني، وبالتالي بيكون مبني على مصلحة شخصية وبيكون مبني على باياس كتير كبير ما بقدر أنا أوثق فيه. الطريقة الثانية هي systematic review. systematic review من اسمها هي system، إنه يكون في عندي نظام معين أو استراتيجية معينة بختار وفق الدراسات، بعدين أقدر أكتب شيء مستوحى من كل الدراسات اللي قبل بتلخصها وبتطلع بنتيجة بخصوصها. أما اللي بدنا نحكي عنه اليوم هو الميتا أناليسيس، يلي هو مثلكم شايفين عبارة عن شبكة كثير كبيرة من البيانات ونتائج البيانات. الميتا أناليسيس هو تحليل أناليسيس أوف أناليسيس، يلي هو بخليني حلل أوريدي الدراسات اللي أنا بدي إياها، بعدين أرجع حلل النتيجة اللي بتطلع معي من التحليل تبع الدراسات السابقة. الميتا أناليسيس مبني على شبكة كثير كبيرة، واختيار الدراسات بيتم وفق بروتوكول محدد، وهي ذات ميثاقية كثير عالية. طيب
طيب اذا اليوم نحن نختار ميتا اناليسز لحتى نعمل دراستنا، ليه لحتى اختار ميتا اناليسز؟ اول شيء بسبب التولز اللي بتقدمها والطريقه الاحصائيه والطريقه الكميه واليه كثير مريحه بالتعامل بالميتا اناليسز، بتخليني استخدم عدد كثير كبير من الدراسات لحتى اطلع بورقتي البحثيه بدون ما اتقيد بمشكله الوقت او العدد الكبير او الاراء الكثير كبيره الموجوده بالدراسات. ايضا تعطيني عدة شغلات بيانيه مثل الفانل بلوتس اللي هي بتخلينا نعرف بشكل مباشر وبدون مجامله اذا انا دراستي ماشيه صح او لا، واذا طلعت بنتيجه ذات قيمه او لا. واهم شيء انه هي بتنتج التجميع الاحصائي الكمي اللي هي الميزه الاساسيه بين الميتا اناليسز والسيستماتيك ريفيو، انه السيستماتيك ريفيو هي كيفي بينما الميتا اناليسز هي الكميه الاكثر. طيب نبلش نعمل ميتا اناليسز. اول شيء طبعا سؤال صاحبنا بيكو، السؤال لازم يكون محدد مباشر بقدر اطلع منه بنتيجه، ما يكون كثير ضيق ما يكون كثير واسع. مثل مثلا ما فيني اسال شو عدد سكان سوريا اللي بياكلوا شاورما، لانه راح يطلع العدد ضعف عدد سكان سوريا العادي. وما فيني كمان اسال شو عدد سكان سوريا اللي بياكلوا شاورما بلا مخلل مع بندوره وبيض وعدم التهاب جيوب، لانه هيك انا بكون كثير صعبت على حالي وقللت كثير وكثير احتمال كبير ما اطلع بنتيجه بالنهايه، وبالتالي السؤال بيكون باطل. لازم يكون في شغل معقد. اثنين هو انه ابحث. البحث بالميتا اناليسز هو اكيد بالادب الطبي، بس المفروض انه الواحد يفكر انه انا راح ابحث بالابحاث المنشوره على الداتابيز المشهوره، على البوميد، على الامباس، على السنترال، ومكتبه كوكرين وهالقصص. بس الفكره انه بالميتا اناليسز لحتى اقدر انا فعلا احترم التولز اللي عم تقدم لي اياها لحتى احصل على نتيجه دقيقه بالنهايه، لازم دور حتى بالابحاث غير المنشوره، مثلا النشر بس عم تاخذ نتائجها يعني ارشيفات، او حتى الابحاث المنشوره بمجلات كثير صغيره او محليه او بداتا بيز مانا كثير مشهوره. كيف بعمل هذا الشيء؟ هو اني بتواصل مع الخبراء. افضل طريقه اكثر شيء بتعاونوا فيه الخبراء او الباحثين او رؤساء اقسام البحث باي جامعه بالعالم هو انه بتقول لهم انا بدي اعمل ميتا اناليسيس، فانا بدي اعرف كل شيء دراسات او كل شيء وجهات نظر للموضوع الفلاني او للسؤال الفلاني لحتى اقدر اعمل ميتا اناليسيس دقيق وكافي انه يعطيني النتيجه اللي بدي اياها. ثلاثه هو انه بدنا نقرا، نفرش كل الابحاث اللي لقيناها او نفتحها الكترونيا ونبلش نقرا. الديناميكيه الحلوه بالميتا اناليسيس انه انا ببلش بقرا بالابستراكت لحتى اقدر اعرف شو الابحاث اللي شو الدراسات اللي فعلا وصلت للنتيجه اللي بدي اياها او لا، لحتى اقدر اشوف الانكلوجن والاكسكلوجن تبع انكلوجن اكسكلوجن تبع الدراسه. اني اعرف شو الدراسات يلي هي عم تعطيني نتيجه لازم انا استبعدها. يعني مثلا انا عندي دراسه الفئه المستهدفه تبعي هي السيدات، فاجيت لقيت دراسه نتائجها كثير حلوه وبتطابق كثير ومناسبه، بس الفكره انه هي عم تستهدف الرجال وبالتالي هي الدراسه هي بتصير مستبعده بالنسبه لي لانه هي ما بتفيدني ابدا. ايضا ببلش شوف شو الدراسات اللي هي فئتها، مثلا اذا عم بدرس شو الفئات اللي عندي دراسه عن شيء بخصوص الاشخاص اللي تحت ال 65 سنه، فانا اذا لقيت دراسه هي محدده مثلا بين 60 و 62 سنه فانا بقدر اخذها، لانه هي رغم انها هي محدده لكن هي بتضل ضمن الفئه المستهدفه او المجموعه اللي عم بدرسها. بعد ما اعمل هي الفلتره الاولى بدي ارجع اقرا، بس هي المره بدي اقرا كل المقالات وما بدي اقراهم لحالي، لازم اقراهم مع شخص ثاني. الشخص الثاني هو اللي انا وياه رح نقرر بخصوص هي الدراسه اذا كانت هي رح تضل معنا او لا. اذا تعارضنا بالراي مع شخص ثاني رح نستخدم شخص ثالث حتى نقدر نطلع بنتيجه فعلا دقيقه. بعدين رح نعمل كونتاكت اناليز، رح نعمل
سبريدشيت رح نرتب الدراسات اللي اخذناها، المعلومات اللي اخذناها من كل الدراسات غالبا بيتم ترتيبها ضمن جدول بتحدد بيخص لكل دراسة شو نوع الدراسة تبعها، شو مين الفئة المستهدفة من المرضى، شو الاوتكم تبعها، شو السامبل سايز تبعها، وكل المعلومات اللي بتهمني واللي بتفيدني رح بقدر اطلع سبريدشيت يساعدني ويكون مرجعيتي بالمعلومات الأساسية لما بدي اروح اكتب الورقة البحثية النهائية. هلا بعدين بدنا نعمل كونتاكت اناليسيس. رح نحكي عن فورست بلوت. فورست بلوت هي مفهوم احصائي كثير كبير والوصول له ما يعني ما هو سهل، بس حنطرح مثال بسيط لحتى نفهم شو فكره الاوتلاين تبعه، بعدين نشوف كيف بنطبقه على ابحاثنا. نعمل دراسة بخصوص راكبي الدراجات، فعندي مجموعة كتير كبيرة من الأبحاث يلي بتحكي عن راكبين دراجات اللي بيلبسوا الهلمت أو الكاسك تبع الدراجة، وعدد من الأبحاث اللي ما بيلبسوا الهلمت أو الكاسك تبع الدراجة. الخط اللي بالنص هو الخط يلي بيقول لك إنه تفرق معي بالدراسة إذا كان لابس كاسك أو ما كان لابس كاسك. الخط الأفقي يلي بيمتد تحت هو الاوتكم لاين، هو خط النتيجه تبعي، وطبعا المسقط تبع الخط العمودي على الخط الافقي هو نتيجه الصفر، هو النتيجه اللي بتعطيني انه ما عندي مشكله اذا كان لابس كاسك او لا. هلا الدراسات بنمثلهم بشكل دوائر او اكس او مربعات او اي اشاره. حجم الشكل اللي بنستخدمه بيمثل حجم العينه او حجم او حجم الدراسه، حجم العينات بالدراسات يلي اخذتها. وزن الدراسه، وزن الدراسه، وزن الدراسات اللي اخذتها يلي الابحاث او الدراسات اللي بتكون عم تحكي عن يلي لابسين كاسكيت هن بيحطوا على هذا الطرف، اللي ما لابسين كاسكيت بيحطوا على هذا الطرف، يلي بيقولوا انه ما في فرق اذا كانوا لابسين كاسك او لا وبيحطوهم بالنص. البعد تبع البعد تبع الدائرة المحطة عن الخط العمودي بتمثل حجم تأثير الدراسة أو أهميتها على بحثي. وأهم شيء الدايموند أو الشكل يلي هو بيعطيني النتيجة النهائية للدراسة يلي هو ضمن برمجية إحصائية بيعطيني لوين بتميل الدراسة، وبعدها عن الخط، بعدها عن الخط العمودي بيتناسب مع كمية الدراسات ومع وزن الدراسات اللي دارسها بالأعلى. هلا ليه بعمل هذيك الطريقة الإحصائية وبفوت بشغلات أرقام تحاليل وهيك قصص، وبينما أنا فيني أعمل جدول حط فيه شو الدراسات اللي بتقول إيش، شو الدراسات اللي بتقول لا، وأنا أقرر بكل بساطة مثل هذا الجدول إنه النتيجة هي لا. لانه لما نطلع نظره ثانيه على الستدي تبعي، على الجدول تبع الستديز، حلاقي انه الجدول اللي عم يقول يس هو صحيح فيه بس دراستين، بس هو عم يدرس عينات باعداد كثير كبيره، والجدول اللي عم يقول لا عم يدرس اعداد صغيره، وبالتالي ما عم يكون كافي لحتى يتاخذ بعين الاعتبار، وعم يطلع على اليس رغم انه هو على الدراسات اقل اقوى بكثير. بعدين بدي قيم دراستي. في عنا مفهوم الاي مربع اللي هو مفهوم احصائي ايضا، مفاده هو انه عندي مجال من 0 ل 100% بيقيم حجم عدم التوافق وعدم التجانس بين الدراسات اللي انا اخذتها. فكل ما كان اقل كل ما كان افضل، كل ما كان اي مربع اقرب للصفر كل ما كانت دراستي صح واقوى، كل ما كان اقرب للمية بتكون دراستي اضعف، بتكون في عندي فرق كثير كبير او غلط كثير كبير بين الدراسات. الثلاث اسئله اللي بسالهم لما اشتغل ميتا اناليسز هو ار ريزلتس فاليد، اذا هي كانت صح او لا، هذا بيطبق من قبل الديناميكيه اللي بتوفرها الميتا اناليسز. وات ار ذا ريزلتس هو هي الدايموند بتلاقي معي اللي بتعطيني النتيجه تبع الدراسه بحسب الفورست بلوت. ار ريزلتس ابلايد اذا هن كانوا
عم يتطبق اذا هن كانوا هذا اخذنا حكينا عنه بالاي مربع انه اذا كانوا هن عم يعطون النتيجه الصحيحه بتامن جاب قليله بين الدراسات اللي عم ندرسها او لا. هلا الموضوع الثاني اللي نحكي عنه هو اللارج داتا سيتس. اي حدا فينا راح على ارشيف او مكتبه مشفى الاسد او المواساه راح يشوف عدد كثير كبير من الاضابيه للمرضى اللي عم يتسير بالارشف ويضل محفوظ. هاي الحقيقه هي اللارج داتا، هذا الداتا اللي كثير كبير. بس الداتا لها نوعين، ممكن تكون ستراكشرد ممكن يكون ان ستراكشرد. ستراكشرد هي تكون منظمه ومحطوطه ضمن باسلوب علمي موزع ومحدد. الانستراكشرد هي اللي بتكون مكتوبه او بتكون عباره عن صور او الميديا، هذا كله انستراكشرد. ومعظم المعلومات الطبيه هي انستراكشرد. طيب من وين مصدر الداتا تبعي؟ قد يكون المصدر برايمري او سكندري. المصدر البرايمري هو انه يكون انا بالاصل جبت المعلومات كرمال البحث تبعي، يعني فكرة الاستبيانات لما أنا أجمع المعلومات أساساً أو أجمع الداتا كرمال البحث اللي أنا عم أشتغله. السكندري هو اللي ما بكون أنا جايبته من مكان مصمم للبحث تبعي، مثل لما أجيبه من المشفى أو أجيب بيانات نظام تأمين أو أجيب بيانات نظام مركز رعاية صحية أو أي شيء، ما بكون عم يخدم ريسيرش تبعي أو ما بكون مصمم كرمال يخدم ريسيرش تبعي. أيضاً لما أجيب معلومات من ريسيرش تاني مشغول اخذ الداتا تبعهم واجي استخدمها بالريسيرش تبعي. ميديكال داتا هي المعلومات في كورس الاي بي بي سي ار، هي بتبلش تحكي هون عن النظام الصحي بامريكا. ميديكال داتا هي نظام التأمين، بيعتمد على ثلاث معايير اساسيه، هي المونيتورينج ميجرينج والاناليزنج، اللي هي انه يجي يراقب معظم الفئه اللي بيستهدفوها هن الاشخاص اللي فوق 65 سنة، اللي عندهم أمراض أو اللي عندهم مراجعة صحية بوقت معين. فالمونيتورينج إنه يراقبوا إنه دائماً عم تضل الفئة المستهدفة هي الفئة اللي عم تنزل بالنظام بالسيستم تبع الميديكير تبعهم. الميجرينج إنه يقيسوا إذا كان هذا الشيء عم يتغير من وقت لوقت أو بحسب الخط البياني للرعاية الصحية. لأن لازم إنه نحللوا هاي المعلومات حتى يطلعوا من هالشيء. وهذا من الموضوعين اللي حكينا عنه. شكرا.